بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات التغذية الإكلينيكية. لليوم إن شاء الله بدنا نحكي فيها عن أهمية التغذية لأمراض الكلى بإذن الله. كالعادة بنبدأ بالobjectives. After studying this chapter, you should be able to number 1 describe in general terms the work of the kidney. يعني طبعا أنا هنوضح بشكل خفيف كيف الكلية بتشتغل، كلام هذا تقوله بشكل موسع في الاناتومي. Discuss common causes of renal disease، إيش الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى. Explain why protein is restricted for renal clients، ليش إحنا البروتين يعني بنحب منه للمرضى اللي عندهم مشاكل في الكلى. Explain why sodium and water are sometimes restricted for renal clients، في بعض أمراض الكلى هنلاقي العكسين على فكرة، في بعض أمراض الكلى بدنا نزيد مية، في بعض أمراض الكلى بدنا ننقص مية. طبعا إذا بدنا ننقص مية بننقص معها الملح. Explain why potassium and phosphorus are sometimes restricted for renal client، كمان الناس اللي عندهم renal failure أو فشل كلوي بيكون عندهم البوتاسيوم عالي والفوسفورس عالي، عشان هيك بننقص منسوب البوتاسيوم في الأكل تبعه. لو جينا للكدنس، الكدنة هي اللي بتخلص جسمنا من السموم يعني اللي بتطلع عن طريق البول، وبالتالي هي بتقوم بعملية فلتر للدم. تقريبا معدل الدم اللي بتفلتره في اليوم في 24 ساعة حوالي 180 لتر. So approximately 180 liters of ultrafiltrate is processed each day. 180 لتر من دمك بتفلتره كل يوم. طبعا احنا ما عندناش 180 لتر، بس هم بحدود 5 لتر، فشوف 180 قسمهم على 5 مسافة لتر الدم بمر كم مرة على الكلى عشان يتفلتر. As the filtrate passes through the nephron، النفرون هم الوحدة البنائية للكلى، هو ماكينة الغسيل اللي جوا الكلى. It is concentrated or diluted to meet the body needs. طبعا لما يعدي الدم بما فيه من شوائب بيكون تركيز مثلا هو اكثر حاجه، يعني بتطلع حاجتين من الكليه، حاجه اسمها اليوريا وحاجه اسمها الكرياتينين، فبكون هدول تركيزهم عالي في الدم قبل ما يوصل الكلى. لما يوصل الكلى، الكلى بتاخذ الكرياتينين وبتاخذ اليوريا تستخلصهم من الدم وبتطلعهم في البول، وبالتالي صار تركيز الحاجات هذه في الدم اقل. طبعا نفس الكلام على البوتاسيوم، البوتاسيوم الزياده بيطلع في البول، وبالتالي الحاجات هاي بصير تركيزها أقل في الدم، وبالتالي الدم بصير more diluted. In this way the kidney help to maintain number 1 composition and the volume of the blood fluid. إذن تركيب الدم وحجم الدم، لما الكلى تحس إنه في حجم سوائل في الجسم زيادة بما فيها الدم، بنروح وإحنا بتعمل تستخلص كمية أكبر من السوائل وبتطلعه على شكل بول، وبالتالي كمية البول بتبقى زيادة، وبالتالي بتقلل منسوب السوائل في الجسم. عشان هيك النقطة الثانية بتحافظ على الفلويد بالانس، بتحافظ على توازن السوائل في جسمنا. وبتلاحظوا في رمضان إيش اللي بصير فينا؟ الناس على السحور بتروح بتشرب مي بتشرب مي بتشرب مي. تعال الساعة 7 الساعة 8 حتى لو كان نايم تلاقيه صحي من النوم راح على الحمام، لأنه الجسم لقى انه في زياده في المي في السوائل في جسمه، فبده يخلص من السوائل هذه. تعال بعد فتره الظهر، ممكن يتوضا الظهر، طبعا الكلى هنا حيصير في عندنا رساله انه في عندنا احنا نقص في السوائل، فقلل كميه البول، فكميه البول بتقل، فانت ممكن تتوضا لصلاه الظهر وتصلي فيها المغرب او العشاء احيانا. الفانكشن الثالث اللي هو الاسيد بيس بالانس، انه الكدني لما يكون الهيدروجين ايونز زيادة في جسمنا او الجسم تبعنا مايل للحموضة، بيعمل حاجتين، بيخلص من الهيدروجين ايون يعني بيخلص من الحمض، وفي نفس الوقت بيحتفظ في الصوديوم بايكربونات اللي هي وسطها قلوي. والعكس بصير لو كان جسمنا قلوي، بيخلص من الصوديوم بايكربونات وبيحتفظ بالهيدروجين ايون. الفانكشن الرابعة انه بيحافظ على الالكترولايت بالانس، بالذات يمكن الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس لهم علاقة بشكل كبير، الكدني لها علاقة في التوازن تبعهم. الكلام هذا طبعا في كمان فانكشنز وكل الكدني، الكلام هذا كله حتاخذوه في وين في التشريح ان شاء الله.
نيجي للأمراض الكلى. Kidney disorder can be initially caused by infection. إذا من حاجات اللي بتصير في الكدني الانفكشن. الانفكشن هذا إذا ما تعالج بشكل سريع ممكن الخلايا هذه اللي في النفرون تبدأ تموت ويصير حاجة بنسميها degenerative changes، إنه يبدأ الخلايا هاي تموت والجسم ما يقدرش يعوض بدالها، أو إذا عوض بدالها يعوض بدالها حاجة بنسميها scar tissue. السكار تيشو هو بس بيملي المكان، يعني خلايا منظر بس ما بيعملش الفانكشن تبعت النفرون، يعني ما بفلترش الدم على الفاضي بس. أسباب أخرى لأمراض الكلى diabetes mellitus، مرض السكر بيدمر النفرون، وبالتالي 50% من أسباب الكدني فيلر فشل الكلى عند الناس. لو جبت 100 واحد هتلاقي عندهم منهم 50 عندهم سكر، والسكر هو السبب. سبب آخر لدمار الكلى وللفشل الكلوي هو ضغط الدم العالي مباشرة الهايبرتنشن، أو ممكن يكون في سيست أكياس دهنية أكياس مائية جوا الكلى، أو حصاوي الكلى ممكن برضو تدمر الكلى، أو التروما إن واحد تجيله ضربة جامدة في الكلى أو رصاصة أو سكينة، أو واحد يضرب واحد شلوت، أو عن طريق عملية جراحية بالغلط يعمل حاجة في الكلى، أو إنه ياخد مواد سامة تنفرز عن طريق الكلى، الكلى ما تقدرش تتحمل هاي المواد وبالتالي يصير في فشل في شغل الكلى. When these conditions are severe, renal failure may develop. إذا صار بشكل كبير ممكن يصير فشل كلوي. وهذا الفشل الكلوي إما يكون acute حاد أو chronic. أكيوت يعني ممكن يصير في خلال كم من يوم، 3 4 أيام، أسبوع زمان، أو كرونيك إنه على مدى سنين زي ما بصير في مرضى السكر، ممكن يكون 10 15 سنة. كل سنة بتتدمر جزء من خلايا الكدني، السنة هذه مثلا 5%، اللي بعده صار 10%، اللي بعده 15%، لحد ما يصير دمج لحوالي 90% من شغل الكلية أو من النفرونز تبعت الكلية. لما يصير أكثر من 90% بنصير نقول إنه المريض صار عنده كرونيك رينال فيلير. تالي الأكيوت رينال فيلير زي ما حكيت occurs suddenly and may last a few days or a few weeks. الأكيوت رينال فيلير ميزته إنه بعد عدة أيام يتصلح الوضع وترجع الكدني تشتغل بشكل شبه طبيعي. إنما كرونيك رينال فيلير develops slowly شوي شوي، بياخذ وقت طويل، causing the number of functioning nephrons to diminish شوي شوي، عدد النفرونز بيبدأ يقل. When the renal tissue has been destroyed to a point at which the kidney are no longer able to filter the blood. ما قلنا لحد 90% من النفرونز يصير لهم دمج، 10% اللي ضلت سليمات ما بتقدرش تفلتر كل الدم اللي هو 180 لتر اللي قلنا في اليوم بفلترهم الكلى الطبيعي، وبالتالي مش قادر تعمل excretion للويست، المواد الفضلات الكرياتينين واليوريا اللي بتطلع في اليورين صارت مش قادرة تطلع فيهم تطلعهم، والبوتاسيوم زيادة والكالسيوم زيادة، فبالتالي صارت الحاجات هذه تتراكم جوا الدم، وحاجة بدنا نسميها الحين يوريميا. يوريميا جاية من يوريا، يعني اليوريا صارت عالية في الدم. نيجي للعلاج الغذائي لمرضى أو المشاكل الكلى. Dietary treatment is needed to slow the build up of waste in the blood stream. بلد اب معناها تراكم، ارتفاع شوي شوي، يعني احنا بدنا اليوريا والكرياتينين ما يبداش منسوب ويطلع شوي 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 في الدم، وبالتالي الاكل اللي بيطلع اليوريا اللي بيطلع الكرياتينين بالذات اليوريا اللي بيطلع اليوريا بدنا نخفف عنه. Decreasing waste in the blood stream will control symptoms of fluid retention والهايبركاليميا والنوزيا والفومتين. إذن هاي من أعراض renal failure، fluid retention، hyperkalemia. fluid retention يعني الجسم يحتفظ بسوائل زيادة في جسمه. hyperkalemia يعني البوتاسيوم عالي. طبعا مع ارتفاع المواد السامة في الجسم بصير عند المريض nausea و vomiting. The goal is to reduce the amount of excretory work demand of the kidney. إذن الهدف احنا قلنا ضايل بحدود 10% من النفرونز، بدنا نخفف الشغل على
10% لضيلات، لأنه هدول مش قادرات يشتغلوا شغل الكلية بشكل كامل. While helping them to maintain fluid and acid base and electrolyte balance، طبعا لما نخفف الشغل عليهم إلى حد ما بيقدروا يحافظوا على نسبة القلوية والحموضة تبعت الجسم، على بعض الإلكترولايت في الجسم بالذات. طبعا هذا أكتر إشي إحنا مسؤولين فيهم في الإلكترولايتس، نمبر واحد البوتاسيوم، وبعده الصوديوم، وبعده الكالسيوم والفوسفورس. The clients require sufficient protein to prevent malnutrition and muscle wasting. هاي الجملة بدنا ننتبه لها. إحنا قلنا إنه اليوريا، فاكرين لما حكينا عن البروتينات، قلنا البروتينات لما بينهضموا بتطلع منهم مادة اسمها أمونيا. الأمونيا هذه بتروح على الليفر، والليفر بتحول الأمونيا اللي مادة سامة لمادة أقل سمومية أو مش سامة، خلينا نقول اسمها يوريا. واليوريا هذه بتدوب في المية وبتطلع عن طريق اليورين، وقلنا عشان هيك سموا اليورين نسبة إلى اليوريا. طيب الحين الكدني مش قادر تتخلص من اليوريا هذه، ايش الحل فكركم؟ بدنا ننقص البروتين. بس هل بنقدر نقول انه لازم المريض ياخذ زيرو بروتين في الاكل تبعه؟ لا، بدنا اياه ياخذ الحد الادنى، لانه احنا قلنا احد الفانكشنز للبروتين انه بيعمل تصليح للخلايا وبيعمل تجديد للخلايا. الخلايا اللي بتموت كل يوم ملايين، خلايا مليارات الخلايا اللي بتموت في جسمنا، في الابيتليال سيستم وفي الار بي سيز، في الريد بلاد سيلز والحاجات هذه، وبدها تجديد. فلو ما خدناش بروتين ما بتتجددش الخلايا هذه. فاحنا هنا الهدف ما بدناش نقول انه نمنع البروتين خالص، لا، بدنا نقلل من منسوب البروتين في الاكل. اذا بدنا ناخد بروتين. طب لو اخذنا بروتين بزياده، اذا تو ماتش كان اوف بروتين طبعا كان كونتريبيوت يوريا. اذا اكلنا اكثر شوي اكثر من اللازم هتبدا تتحول الأمون أو يزيد منسوب الأمونيا من الميتابوليزم تبع البروتين، وبالتالي حتزيد كمية اليوريا في الدم، وبالتالي حتصير عندنا حاجة اسمها يوريميا. يوريميا معناها اليوريا in the blood، صار منسوبها عالي. Typically the client with chronic renal failure will have protein and sodium and possibly potassium and phosphorus restricted. إذا هاي الأربع حاجات اللي للمرضى تبعين الكيدني فيلير اللي لازم نخففهم في الاكل. نمر واحد البروتين عشان نقلل من منسوب اليوريا اللي بتطلع منه. نمر اثنين الصوديوم، لانه الصوديوم بيجذب، اذا زاد الصوديوم في الجسم بيزيد الصوديوم وبزيد معاه الفلويدز، واحنا قلنا الفلويدز بتبقى منسوبها عالي في الجسم، فهنا بدنا احنا نقلل الفلويدز عشان نقلل الإديمة ونقلل الخطر، لانه لما زادت الفلويد بصير في عبء كتير على القلب. القلب بصير حجم الدم طبعا اكثر من 5 لتر، فبصير القلب مش قادر انه يعمل سيركيليشن للزياده، يعني خلينا نقول لو صار 6 لتر مش قادر، اليوم بتحمل وبكره بتحمل، بعد هيك بقدر مش متحمل. زي ما اجي انا اليوم اديكم محاضرتين وبكره اديكم محاضرتين، بتتحمل اول مره، ثاني مره بعدين بتصير تصوت وتقول يا دكتور احنا مش ملحقين. فبعد فتره بخاف يصير عندنا فشل في شغل القلب، حاله بنسميها هارت فيلير. فبدناش السوائل في جسمنا تزيد اكثر من اللازم. طبعا البوتاسيوم والفوسفورس لانه هدول الزياده منهم تطلع عن طريق الكدني، فصارت الكدني مش قادر تطلعهم، فصار منسوب البوتاسيوم والفوسفورس عالي في جسمنا. عشان هيك بدنا برضه نحد او نقلل من الاكل اللي فيه بوتاسيوم والاكل اللي فيه فوسفور. It is essential that renal client receive sufficient calories. طب احنا بدنا اياه يعني ياخذ كميه مناسبة من الكالوريز، ما بدنا اياه زيادة ولا بدنا اياه نقصان. بدنا اياه نقصان اذا كان هو اوفر ويت عشان يخسس وزنه، بس في نفس الوقت بدنا اياه ياخذ كمية كافية من الكالوريز. 20 to 50 calories per kilogram of body weight unless they are overweight. يعني بدنا اياه ياخذ الكمية المناسبة لجسمه، طبعا حسب الاكتيفيتي، ليش من 25 ل 50؟ إذا بيشتغل في الطباخ ولا بيلعب رياضة ولا شيء بده كمية أكبر من واحد مثلا بيشتغل سكرتير وطول النهار قاعد على الكرسي في الشيء فيزيكال موفمنت. Energy requirement should be fulfilled by carbohydrates and fats. طبعا هنا احنا لما قللنا البروتين
اللي قلنا عادة بيكون ما بين 10 ل 20% من الأكل، أو في الكتاب يمكن عندكم مكتوب 10 ل 15%، فلما قللناه خلينا نقول قللنا البروتين بنسبة 5%، الكالوريز اللي في الخمسة هذه في المية بدنا نعوضها من الكربوهيدرات، بدل ما المريض كان ياخذ 50% من مصادر الطاقة تبعته من الكربوهيدرات، صار بده ياخذ الخمسة هذول الزيادة اللي اجى اللي كان ياخذهم من البروتين وقللناهم، قالوا لما قللنا منسوب البروتين في الاكل تبعه. طيب كمان الفات لازم يكون انساتوريتد عشان نقلل منسوب الهايبرليبيديميا، لان احنا قلنا برضه من الحاجات اللي بتزود الفرصه للهارت فيلير هو الضغط، واذا كان الضغط عالي بدناش ليبيدز عالي، عشان هيك بدنا نقلل من الساتوريتد فاتس، واللي قلنا الساتوريتد فاتس بتيجي من مصادر حيوانيه. If the energy requirement is not met by the carbohydrate and fat، يعني إذا ما وفرناش الحد الأدنى من المريض من مصادر الطاقة للفات والكربوهيدرات، إيش الجسم راح يعمل؟ البروتين اللي أكلناه وقلنا عشان يعوض الأنسجة اللي بتموت ويجدد الأنسجة، والبروتين المخزن في عضلاتنا راح يبدأ الجسم يستخدمه عشان يحوله لطاقة، وفي هذه الحالة حينتج عنه أمونيا، والأمونيا تتحول ليوريا، وبالتالي كمان في هذا الوقت اليوريا في الدم راح تزيد. So ingested protein or body tissue will be metabolized for energy. This will increase the work of the kidney because protein increase the amount of nitrogen waste. Nitrogen waste هي اللي نقصد فيها اليوريا، وبالتالي ممكن هذا ما يؤدي لضغط بزيادة على الكدني، والكدني ما تقدرش تتعامل مع اليوريا هاي الزيادة. Diet may limit protein to as little as 40 gram for pre-dialysis clients. إذا المرضى اللي يعني لسه على الحفة يعني الكدني صار فيها دامج 80-85%، لسه ما وصلتش لل 90% أو أكثر، يعني لسه ما بحتاجش دياليسز، ممكن نقلل منسوب البروتين تبعه ل 40 جرام في اليوم. طبعا ال 40 جرام في اليوم هذول ممكن يزيدوا ويخسوا حسب حجم المريض، لو مش معقول عندي واحدة ست 45 ولا 50 كيلو زي راجل ضخم يكون وزنه 100 كيلو. نيجي للفلويد اند صوديوم، قلنا بدنا نقللهم، يعني المرضى هدول مش مطلوب منهم يشربوا سوائل بزيادة، مش مطلوب منهم ياخذوا مخللات والحاجات اللي فيها صوديوم. ليش؟ لانه السوائل الزيادة اللي في جسم المريض نمرة واحد راح تعمل إديمة سويلينج في ايدين المريض ورجليه، نمرة اثنين حتزود الضغط، نمرة ثلاثة حتعمل عبء على القلب زي ما حكيت قبل شوية، وبالتالي ممكن يصير في عند المريض أو مع الوقت، طبعا هذا ما مش بيوم وليلة، ممكن ياخذ أشهر أو أحيانا سنة أو أكثر عبين ما يصير عند المريض congestive heart failure. طبعا لما زاد الفوسفور في الدم، احنا قلنا قبل شوية إنه الفوسفور بدنا نحد منه في الأكل، فلما بزيد الفوسفور في الدم عكسه على طول الكالسيوم بقل، فلما صار الكالسيوم قل صار بدنا نعطي للمريض كالسيوم سبليمنت، والا راح يبدا الجسم يسحب كالسيوم من العظم عشان يزود منسوب الكالسيوم في الدم، وهنا راح يصير عندنا هشاشه عظام عند المرضى هذول. طبعا لما اقول كالسيوم على طول بدي اقول مع فيتامين دي، عشان فيتامين دي يزود من امتصاص الكالسيوم، وفي نفس الوقت بدنا نقلل من منسوب الفوسفورس. طبعا في هيك حالة قللنا المشاكل اللي بتنتج عن نتيجة نقص الكالسيوم زي الأوستيوماليشا من العظام وزي الأوستيوبروسيس. نيجي للفوسفورس. فوسفورس appears to be retained in the client. retained يعني الجسم يضل يحتفظ فيه، يعني منسوبه حيبدأ يعلى شوي شوي في الدم. with kidney disorder and disproportionately high ratio of phosphorus to calcium tend to increase calcium loss from the bones. الكلام اللي انا حكيته، احنا في توازن ما بين الكالسيوم والفوسفورس، اذا زاد الفوسفورس في الدم بنزل الكالسيوم، طب اذا نزل الكالسيوم من وين بده يعوضه الجسم؟ بده يعوضه من المخزون اللي قلنا في العظم، وبالتالي يبدا ياخذ من الكالسيوم
اللي في العظم عشان يزود منسوب الكالسيوم في الدم، واللي قلنا بيعمل أوستيوبوروسيس وأوستيوماليشيا. نيجي للبوتاسيوم. البوتاسيوم may be restricted in some clients because hyperkalemia to occur in end-stage renal disease. End-stage renal disease يعني المراحل المتأخرة من أمراض الكلى اللي بنعني فيها renal failure. بتصير الكدني البوتاسيوم لزيادة مش قادرة تطلعه وتخلص منه، وبالتالي صار فيه retention للبوتاسيوم، صار البوتاسيوم موجود بالكدني بزيادة، فصار منسوب اقصد البوتاسيوم، انا اسف، صار منسوب البوتاسيوم يزيد في الدم. واحنا لما اخذنا البوتاسيوم قلنا زيادته او نقصانه تعمل مشاكل في القلب، بالتالي اكسس بوتاسيوم كان كوز كاردياك ارست. النورمال ليفل البوتاسيوم 3.5 ل 5 او ل 5.5. طبعا اذا وصل ل 6.5 و7 بالذات بعد السبعه بنخاف انه يصير المريض عنده كاردياك ارست. عشان هيك يعني هذا من اخطر الحاجات اللي تصير عند مرضى تبعين الرينال فيلر، بدنا نكون منتبهين لها. بوتاسيوم is particularly high in fruits، وقلنا اكيد انتم عارفين اشهر حاجه موجود فيها البوتاسيوم الموز والبطاطا وما شابه الحاجات اللي اخذناها في المينرالز. One of the few foods a client on sodium restricted diet may eat without concern. إذا الفروتس اللي فيها بوتاسيوم بده يحد منها المريض. Renal client often have an increased need for vitamin B, C و D. دي انتو عارفين لأنه الفيتامين B فيه شوية يعني عوامل لازم أو بدايته بتبدأ من الكلى، فبالتالي إذا في خلل في الكدني في اللي هو السينثيسيس تبع فيتامين دي بقل، وهذا كمان له علاقه في الكالسيوم، يعني كان صار سببين انه يخلوا الكالسيوم واطي عند المرضى دول، نقص فيتامين دي وزياده الفوسفورس. وطبعا مع الخلل في النيوتريشن ونقص البروتين فيتامين بي بقل، لانه فيتامين بي بالذات معظم بشكل كبير مصادره حيوانيه اكثر من نباتيه، كمان بصير في خلل ونقص في فيتامين سي. فيتامين اي should not be given because the blood level of vitamin A tend to be elevated in urine. إذن بدناش نزود منسوب فيتامين A لأنه مع اليوريميا يبدو أنه مع الأبحاث أثبتوا أن منسوب فيتامين A بيبقى عالي شوية في الدم عند المرضى تبعين الكدني فيليا. الأيرون is commonly prescribed because anemia frequently develops in renal clients. واحد من الفانكشن اللي ما ذكرناهاش هنا انه الكدني بتطلع حاجه اسمها اريتروبويتين. اريتروبويتين هذا من المواد الخام اللي لازمه لتصنيع الار بي سيز. فلما يصير في كدني فيلير عند المرضى هذول او كميه الاريتروبويتين اللي بتطلعها الكدني بتقل، وبالتالي انتاج كرات دم حمراء جديده بتقل، عشان هيك المرضى تبعين الكدني فيلير بصير عندهم انيميا. عشان هيك تلاقيهم كل فترة بنقول لهم وحدة دم، وطبعا بدنا نعوضهم الحديد عشان نساعد انه انتاج كرات دم حمراء جديدة. It is sometimes necessary to increase the amount of simple carbohydrates عشان نعوض الكالوريز اللي ما خدناهاش من البروتين، لأنه قللنا احنا البروتين، and unsaturated fats to ensure sufficient calories. إذا بدنا نعوض الكالوريز اللي نتجت او اللي صارت عندنا نتيجه نقص كميه البروتين اللي بياخذها المريض، بدنا نعوضها من الكربوهيدرات والان ساتوريتد فاتس. داتا تريتمنت فور رينال ستونز، الكالسيوم اوكزاليت ستونز. الستونز يعني في شيء فيهم كالسيوم اوكزاليت وفي حاجه فيها اللي هو البيورين، فخلينا نحكي على الكالسيوم اوكزاليت. Dietary intake of excessive animal protein has been shown to be a risk factor for stone formation in some clients. إذا أكل الناس اللي بتاكل بروتينات زيادة وجدوا في الأبحاث إنه الحاجات هذه ممكن تزود الفرصة للحصاوة في الكلية. Stones containing oxalate اللي فيهم مادة الأوكزاليت are thought to be partially caused by diet especially rich in oxalate. إذا الناس اللي عندهم وزدوا، طبعا
إذا بتسمعوا بعض الأطباء بيقول لك طلعنا حصوة، خد الحصوة وروح حللها. طب ليش نحللها؟ عشان نعرف إيش تركيباتها، عشان بالذات الناس اللي بترجع عندهم الحصاوي، عشان نقول لك إيش الأكل اللي تبعد عنه. فإذا لقينا إنه المادة هذه أو الحصوة هذه بتتكون من الأوكزاليت، بده يبعد عن الأكل اللي موجود فيه أوكزاليت، زي البيتس البنجر، الويت بران خالت القمح، الشوكولاتة، الشاي، الستروبري اللي هو الفراولة، السبانخ، وضيفوا عليهم المانجا والملوخية، هدول فيهم الأوكزاليت عالي. Evidence also indicates the deficiencies of pyridoxine وثيامين، طبعا هدول من أنواع فيتامين بيز، and magnesium may contribute to the formation of oxalate renal stones. إذا برضو في بعض الأبحاث بتقول لك إنه نقص في الفيتامين بيز والمغنيسيوم ممكن يزود منسوب الفرصة إنه يصير في أوكزاليت ستونز. طيب لو الستونز هذه حللناها والنتيجة ولقينا إنه هاي نتيجة إنه اليوريك أسيد عالي، اليوريك أسيد اللي هو ناتج من اليوريا العالية في الدم، فهذا بصير له كريستاليزيشن، بيتحول زي حبيبات الرمل. حبيبات الرمل هذه بتبدا تترسب على دهاليز الكليه، ولما تبدا طبعا شوي شوي بتبدا الحصوه تكبر. طبعا هذا بده يصير المريض بده يبعد عن الحاجات اللي فيها يوريا عاليه. When the stones contain uric acid, purine rich foods are excreted. البيورين هو احد يعني حاجز شبيهه بالاحماض الامنيه موجود في الاكل اللي فيه بروتين عالي. Purine are the end product of nucleoproteins. إذا هو بينتج من الميتابوليزم تبع بعض البروتينات. And are found in meats. موجود البيورين في الميتس، بالذات في الأكلات البحرية، السمك and poultry الدواجن. بالتالي إذا هاي الأكل اللي بده يخفف المريض منه، بده يخفف من البروتينات، بده يخفف من اللحوم والسمك والدواجن. بالتالي المريض بده يبعد عن الاكل التالي، بالذات المعلاج في بيورين بزياده، ليفر الكبده، الكلاوي، السويت بريدز، السويت بريدز اللي هو الطحال، البرين المخ، الهارت القلب، السردينه، الميت اكستراكتس اللي هو المنتجات اللحوم، والبوليون شوربة ماجي، البروث اللي هو المرقه اللي ناتجه عن طبخ لحمه او دجاج. بالتالي كمان بده يقلل، يعني ما بدنا اياه يمنع البروتينات خالص، بس بدنا اياه ياخذ الحد الادنى، بده يقلل كميات اللحمه والدجاج والسمك في الاكل تبعه. في حاجه مش مكتوب عندكم، انا قلت يمكن في بعض الحالات تسمعوا الاطباء بيقول لك زود اشرب السوائل في مشاكل الكلى، بالذات اذا كان في حصاوي بيقول له اشرب سوائل زياده، لانه مع كثره البول ممكن الحصوة تنزل. لو كان في urinary tract infection التهابات في مجرى البول، كمان بنقول للمريض اشرب سوائل زيادة، لأن السوائل الزيادة هذه تعمل زي عملية غسيل وشطف، تأخذ البكتيريا اللي في الجهاز البولي وتطلع عن طريق البول. هيك نكون خلصنا محاضرتنا اليوم. أستودعكم الله وإلى لقاء جديد إن شاء الله.